اخذوا هي القوطية. اللي حدت الساعة 4 فجرا داهموا البيت وأطلقوا الرصاص والقنابل الصوتية على بيتي وبيت ابني اللي مدير عام في الوقف السني، واعتقلوه واعتقلوا الدكتور محسن عبد الحميد اللي هو زوجي رئيس الحزب الإسلامي. شو اسمه وقع صاروخ علينا، الوالده قاعده يم الطربه خطيه، وقع بصفها ونفط يم الصاروخ، وراسه بالحديقه وقع علينا، وجامات والسياره ما راحت.